Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi balighu wasilan, ya Rabbi khusabil fadila. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi wardu ani sahabah, ya Rabbi wardu ani sulala. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi wardu ani masaikh, ya Rabbi farham walidina. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi warhamna jami'an, ya Rabbi warham kulla muslim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi waghfir likulli mudhnib, ya Rabbi la taqta rajana. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi ya du'ana, ya Rabbi balighna nazuruk. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi tamsana bi nurin, ya Rabbi hifzana wa amana. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi waskinna jinanak, ya Rabbi ajirna min azabik. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi warzuqna sahada, ya Rabbi hifna bisa'ada. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi wasli kulla muslim, ya Rabbi waghfi kulla mudhi. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi nafsin min musaffa, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. اللهم صل وسلم. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم.
الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. أبتدئ الإملاء باسم ذات العلية مستدرا فيض البركات على ما أنا له وأولى، وأسني بحمد موارده سائغة هنية ممتدئا من الشكر الجميل مطايا، وأصلي وأسلم على النور الموصوف بالتقدم والأولية المنتكل في الغرر الكريمة والجبال، واستمنه الله تعالى رضوانا يخص العطرة الطاهرة النبوية ويعم الصحابة والأتباع وموالاه، واستجديه هداية لسلوك السبل الواجهة الجلية وهبدا من الغواية في هطة الخطأ وهطام، وانشروا من قصة المولد النبوي برودا هزانا عبقريا نادما من النزل الشريف إغدا تهل المسامع بهلال، واستعينوا بهول الله تعالى وقوته القوية، فإنه لا هول ولا قوة إلا بالله. أدر اللهم قبره الشريف بعرف شلي من صلاة وتسليم، اللهم صل وسلم وبارك عليه، اللهم صل وسلم وبارك عليه. وبعد، فأقول سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب واسمه شيبة الحمد قبنت خصاله سنية ابن هاشم، واسمه عمر بن عبد المناف، واسمه المغيرة الذي ينتمى الارتقاء لعليا ابن قصي، واسمه مجمع سمي بقصي لتقاسب بلاد قدعة القصية إلى أن عاد الله تعالى إلى الحرام المحترم فحما حما. ابن كلاب، واسمه حكيم ابن مراد ابن جبل ابن علي ابن غالب ابن فحر، واسمه قريش وإليه تنسب البطون القرشية وما فوقه كناني كما جنح إليه الكثير وارتدى. ابن مالك ابن نادر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس، وهو أول من أهدى البدن إلى الرحاب الحرمية وسمي بصلب النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر الله تعالى ونبى. ابن مدر ابن نزار ابن مدن أدنان وهذا سلك ندمت فرائده بنان سنة سنية وربه إلى الخليل إبراهيم ساق الشجار وأبا، وعدنان بلا ريب عند ذوي العلوم النسبية إلى الذبي إسماعيل نسبة ومنتمى، فعزم به من قدم دلقت كواكب الدنيا
وكيف لو سيد الأكرم صلى الله عليه وسلم واسطه المنتظر نسب نسب العلا بحلا قلدتها نجوم الجوزاء حب زيد السودة وفخار أنت فيه اليتيمة العسماء وأدري من نسل وأوفي بالمدينة المنورة أبوه عبد الله وكان قد ازدهج بأحواله بني أدي من الطائفة النجارية ومكث فيهم شهرا سكيما يعانون سكمه وسكواه ولما تم من حمله على الراج 9 أشهر قمرية وآل للزمان أن ينزلي عنه صدا حضر أمه ليلة مولده آسية ومريم في نسوة من الهذيرة القدسية وأخذ المظل فوالده صلى الله عليه وسلم نورا يتلقه ثلاثا يا ربي صل وسلم ما Yeah.
Adal Husaini salihah wala manawan wa salafun salih
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa dhukrina wa lana Muhammad sallallahu 'ala kulli sadatin ashabi rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin wa hamdan na'imin wa hamdan yafi ni'mahu yukafi'u mazidah ya rabbana kama yanbaghi li'azimi sultanik. Allahumma salaka mujibati rahmatik wa ajai maghfiratik wa salaman ulumul fawza bil jannah wa najatan minan nar. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li mashayikhina wa li asadina wa li muallimina wa li ahbabina wa li ashabina wa li asana bid du'a وجعل حقوق وجعل حقوق علينا أجمعين وجعل القبور من المسلمين والمسلمات وجعل خصوصا أمواتنا أموات المسلمين خصوصا أمدك البقير محمد مسلمنا هجر كائن إلى روحي حج معلم رب حج ستر إلى روحي حج الكافية بنت حج إسمان إلى روحي حج أركين بن ملان إلى روحي حج ساسي ساتي بنت حج يحيى ila ruhi Hasan Basri bin Haji Mirin. Allahumma aghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afanhum. Allahumma aghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afanhum. Allahumma aghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afanhum. Wa taqabbal ma qara'na min suratul ikhlas wa mu'awwidhatayn wa suratul fatiha wa awli suratul fatiha wa ma halalna wa ma sabahna wa mas'a nabiyyika wa sallallahu alaihi wa sallam wa jalla thawaba dhalik hijaban lahum minan nar rafikaka lahum minan nar islamnaka lahum minan nar. Allahumma rasahna jalakum muradun lim tajikum berkubrahum kubratun niron. Allahumma arfa' lana walahum ad-darajat wa tu'if lana walahum al-hasan wa ti'amna wa anhum sayyat ya ghafir adunum wa fatir wa kun al-karat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhikrat anil muntakim amma Allahumma barik lana fi awladina wa ahfan wa tunah zubna birrahum. اللهم اجعلنا واهلنا ولدنا اهل الهمه من اهل الشر والدر. اللهم اجعل محمد صلى الله عليه وسلم نور ولدا صالحا وارا لوالديه مطيعا لك ولرسولك مؤمنا بك وبرسولك مطولا في المسلم بلدك. اللهم اجعلك الصحه والسلامه يا امي يا رب العالمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره اتنا عذاب النار صلى على سيدنا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الفاتحة. الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم بحق الفاتحة وبسر الفاتحة وبشفاعة الفاتحة وبكرمات الفاتحة ونعوذ بالله بحق من أنزلت عليه سورة الفاتحة. يسر أمورنا واقض حوائجنا حسن حاج صاحب البيت واستر عيوبنا واكشف كروبنا وأصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا في الخير وألف بين من ألف بين قلوبنا خير يا فرجنا هم يغفر من عبد يغفر رحم صلى على سيدنا محمد. والحمد لله رب العالمين. Demikianlah telah kita lalui acara demi acara, maka selesailah acara pada kesempatan acara tasyakuran wali madul khitan ini. Untuk itu bapak-bapak silakan dipersilakan untuk mencicipi atau memakan apa yang sudah tersedia di hadapan kita. Dan sebagai pembawa acara, saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya apabila tadi dalam pembawaan saya ada kesalahan, kehilafan, dan kurang sopanan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.